أمال بن كيران بينتو، مصممة أزياء تقليدية مغربية. بديت هذه 5 سنوات بتصميم الأتواب المطرزة، وقبل 3 سنوات درت أول عرض في بلجيكا لتصميم الأزياء التقليدية المغربية. المجموعة ديال هاد الصيف 2017 حاولت تكون سو لو تيم ديال لا ناتور اي الاحجار الكريمة. قدمت اون كوليكسيون بقصات مختلفة، عندك لا كوب سيرين، لا كوب المخزنية، ولا كوب برينسيس. الالوان اللي استعملت في هاد لا كوليكسيون صيفية باستيل، فير كلير، دي دوري، بارد، ايفوار. كل قفطان عنده لمسة متميزة، من حيث أنني حاولت في كل قفطان ندخل لون واحد. مثلا القفطان صافير دخلت عليه لو بلو صافير افيك لوزاج دون فلور ان رولييف ان بلوم. القفطان اللي لا كوب بليسي اي كروازي سميتو روبي، سي ان قفطان ايفوار avec une touche de broderie en rubis, couleur rubis, et une fleur en 3D, comme un petit bijou rubis. Les coupes elles sont différentes, elles mettent en valeur la silhouette féminine, ou les matières, j'essaie de sammel des matières très nobles, la dentelle, le tulle de soie, le brocart, pour mettre en valeur la richesse du caftan maroc. انا كنصح المصمم الجديد يبقى الابداع ديالو متميز به، ويحاول يضيف شي حاجه جديده للقفطان المغربي باش يكون هذا لو باتريمون ديال لو كارتون يبقى دائما زايد لقدام افيك بلوس دوريجيناليتي. الثقافه اللي كتقرب للثقافه المغربيه بنظري هي الثقافه الهنديه، من حيث ان النساء بقاو متشبتات بالساري، وفي الافراح ديالهم جميع النساء كيلبسوا داك اللباس التقليدي ديالهم، وعندهم حب الالوان. كتلقى كل مراه هنديه لابسه ساري مختلف ومتميز، بحال كل فام ماروكان لابسه قفطان متميز ومختلف. كنتمنى ان القفطان المغربي يبقى دائما زي القدام، وهذه مسؤوليتنا حنا المصممين باش نتهلاو في لي زارتيزون ونحاولوا ما امكن المعلم يبقى فالوريزي، باش ان شاء الله لي فيتور جينيراسيون تهما يقدروا يلبسوا الفستان المغربي التقاليد ديالو بالصفه ديالو بالعقد ديالو خدمه المعلم اليدويه.